الآن لما نزلتي هكذا هم الآن إجوا يجوا يجوا مسكني من شعري وجات يسكب هو جاي المشكلة كان بيسكب وهو بيضحك الابتسامة كانت في وشه كان يسكب كان يشكي يسكب لداخل عيوني الاثنتين بس غطت على عيوني وكنت في حساسة العين لو ما دخل فيها بزت نفسي وطلعت للجبة خرجت وأنا أصيح للجبة هو بز نفسه وهرب مدري كيف خرج مدري كيف بزت نفسي للجبة عشان انتحر هم قالوا يحسبوني من اللهبة أنت كانوا يحسبوني من اللهبة وهم مش من اللهبة كنت أقول تشوهت صباح مساء ليل ومراهم يعني غالية تخيل مربوطة من الطاقة وطولها صدق طول أدخل للمطبخ أطبخ أنظف أغسل أصبل لهم أكنس هذا أدخل غرفة طبينة يرقد ورجلي هذيك مربطة يعني كنت عايشة عيشة مش زوجية كنت عايشة عيشة عبدة أيوة